الجزئية الأولى عندي هنا في الاكسرسايز تطبيقا على الجزء اللي أخذناه آخر حصة، بقول هنا وات في نمبر 1 يا عمر، vegetables into small pieces، أستخدم الفعل إيه؟ شوب chop بس طبعا، لأن هنا جملة أمر، وقلنا طبعا الجمل الأمرية بيبدأها بالفعل في المصدر زي chop قطع. نمبر 2 شيماء، سير نمبر سير أيوه احنا كنا حالين ده الصفحة اللي قصاده ولا ما كناش حالين؟ ده اه حاضر اي خد. نمبر 7 يا ملك، when the omelette is ready take it out of the frying، اسمها frying ايه يا ملك؟ بان frying بان pan، frying pan. طبعا شايفين الجمل المعتمدة على حفظ الكلمات. نمبر 8 بقول please some tea into my cup، هستخدم ايه هنا يا منى؟ بول بور، صبلي. نمبر 9 شيماء، meat with cheese و nuts have in them، شيماء. ايوه يا سيدي صدق. ايوه رقم كام؟ نمبر 9 meat with cheese و nuts have ايه in them، فيهم ايه؟ بروتين. بروتين. نمبر 10 يلا يا سلمى، put the eggs in the bowl and beat them with، بنضرب البيض بإيه؟ سبون. with a spoon. نمبر 11 أحمد، which of these types of food doesn't have much protein؟ نوتس. النطس فيه. الأبل. Apples. Number 12 عمر، you should be careful when you use the knife. knife، سكينة. يوسف، my best friend is أيمن، cold. cold. يسمى اللي هي الإجابة بي. منة، this food bad I can't eat it at all، smells. سميلز التالتة طبعا. شيماء، دوريان فروتس ار هارد اند جرين نقط ذا اوتسايد، on اون ذا اوتسايد اون. عمر، ذي تشوب ذا ووتر ميلون سكويرز into انتو سكويرز. بعد كده قلنا هنا في نمبر 1 تشوب، نمبر 2 هقول يوز بس، يوز ذا نايف، نمبر 3 واش سام بينز اند بوت، نمبر 4 بقول هنا سيرف فول مدمس، نمبر 5 بقول هنا بيت اللي هي جمل الامر. في نمبر 6 لجزئيه النهي بستخدم دونت زائد المصدر، هو مديني المصدر يبقى هقول له دونت ميك، دونت ميك. Pour the eggs into the frying pan and cook. Number 8 بقول هنا eat many sweets، يبقى أقول لك don't eat، don't eat لأنهم they are bad for your teeth. بعد كده number 9 بقول don't salty water يا عمر، drink، don't مصدر اللي هو drink. Number 10 يلا يا أحمد، heat olive oil for too long time، don't، don't heat، don't heat. number 1 في التصحيح يلا يا منى، بقول turn the lights off، turn، turn بس. ملك، heat some oil in a pan، heat، heat، heat. number 3 يوسف، not boil، not boil معناها بويل، not boil، عايزنا اكتب ايه التصحيح بتاعها ايه؟ احمد،
don't boil. don't. لما يقول لي not boil معناها don't boil. number four شيماء please adding. added من غير add بس add بس اللي هي add add. number five عمر don't touching. touch بس don't touch. سلمى does exercise after school. do اسمها do. number seven شيماء not chop fruits. don't don't. آخر جملة أحمد when water boils turn turn the stove. أروح بعد كده لمجموعة الجمل اللي قدامي هنا في بيج 91. ها في الجملة الأولى هقول نقط some beans and put them in a pan. نقط some beans and put them in a pan. wash وش اغسل وحطها في الطاسة أو في الصينية. number two add some A and salt to the beans. add some water. and salt water. أقول هنا water. water ماشي. number three heat the water until it boils. boils حد ما يغلي. بعد كده في number four نقط some lemon juice over the hot beans. pour. أقول pour. pour. serve it with bread. warm bread. warm bread. أروح بعد كده للإكسرسايز اللي على الليسون. محادثة اللي عندي بقول سارة and أسيل are talking about healthy food. هاي وسألنا سؤال قالت لي I am reading about healthy food. I am reading about كذا. يبقى بسأل هنا وأقول What are you reading about? What are you doing? تمام الاثنين اوكي والافضل طبعا What are you reading about? انت بتقرا عن ايه؟ يبقى What are you doing او What are you reading about؟ يا سير ثانية هي What are you What are you doing لان هي بتقولها I'm reading about healthy food يعني هي بتقولها ان هي بتقرا تمام فهي What are you doing اللي انت بتعملي ايه عشان تقولها انا بقرا كده يا شيخ وود لو الجملة عند I am reading بس يبقى أقدر أسأل ب what are you doing بس إنما وجود I am reading about كذا يبقى عندي سؤالين. السؤال الأول what are you reading about أنت بتقرأ عن إيه أو what are you doing ولكن الأفضل about يبقى what are you reading about بتقرأ عن إيه. قالت لها كذا سألتها سؤال تاني بقول هنا the food that contains all types of food. What, what is ها اقول what is the healthy food. what is healthy food. what is healthy food يعني معناه ايه الهيلثي فود ده. فهي بتقول لها الفود that contains all types of food. النقطه اللي بعد كده بقول can you give me examples of healthy snacks. ممكن تديني امثله للهيلثي سناكس الوجبات الصحيه الخفيفه. هقول ايه هنا يا منى؟ انا كاتبه نوت ناتس. اوكي ايه تاني اقدر اقول؟ فروتس اند ناتس. ها انا كتبت فروتس اند ناتس. فروتس اند ناتس جريت. بعد كده بقول الشوجر جود فور اس. هو الشوجر حلو عشاننا احمد؟ احمد نو يا سير. No it isn't. No it isn't. No it isn't. What do you think of fast food? رأيك في الطعام السريع؟ عمر I think the fast food is unhealthy. تمام يبقى I think it's unhealthy. I think it's bad for our health مثلا أو for us. أروح للاختيارات يلا منا. Don't the tomatoes too small. Don't chop. ملك how about a healthy snack. It has. لا مش يصير سناك مفرد. انا مالي بسناك اللي مفرد يا ملك.
انا مالي بالسناك اللي مفرد، سؤال هي كده. السناك يا مالك، هي السناك هي الفاعل، هي اللي في الاول. لا طيب انا عايز هنا سؤال، الفعل اللي هختاره هنا اهو، عشان ده ايه؟ عشان اباوت، هوا باوت. ها؟ هاف لا برضه. برضو اه منا أكيد هتبقى هابي. استناني يا ابني، انا عايز بس اشوف منا. منا ايه زير هو باوت ايه؟ ام لا هافينج اي ان جي، عندي حرف جر اي ان جي، ده هو يا ملك اسمه حرف جر، حرف الجر بيجي بعده اي ان جي على طول، يبقى هو باوت هافينج، هو باوت هافينج، ودي اسمها جملة اقتراح. الجملة نمبر 3، يلا شيماء. only eat food don't eat candy food فريش 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 فريش. سلمى، who food at restaurant، بيقول لي waiter سيرفيس service. اظبط النت عندك يا سلمى، انت بتطلع 20 مرة في الحصة. نمبر 5، يوسف، I don't like fried eggs I like them، حبش البيض المقلي. بويلد بويلد، حب المسلوق بويلد، بويلد اللي هي الأولى. نمبر 6، أحمد، fruit and nuts are examples of healthy سناكس snacks. بي الإجابة بي. نمبر 7 يا عمر، eggs are eggs that are months or years old. Century eggs، بيض القرن ده اللي هو بيكون طبعا عمره هنا شهور او سنين. نمبر 8 يا ملك، the teacher asked the pupils to their box out of bags. Give لا بنحفظ الأفعال مع حروف الجر، حروف الجر. تبقى take take out، to take out يطلعوا كتبهم، بقول لك طلعي كتابك من الشنطة take out your book. number 9 يا منة، humans have 210 in their bodies bones، طبعا عظام. number 10 يوسف، stop trying you will learn from your mistakes. كنت لا طبعا يا يوسف، قلنا الجملة اللي أولها مصدر بن فيها don't، بن فيها don't، يبقى don't stop. number one في التصحيح اهي زيها، هقول don't ايه عمر؟ أنا سر أتبهر don't heat، don't heat هشيل الاس، don't heat. number 2 يا ملك، بيقول لي not serve تبقى don't serve، don't serve. beating two eggs سلمى، beat. آخر جملة شيماء، always add، add. بعد كده آخر درس، مديني كلمة balanced، balanced اللي هي بمعنى متوازن، فأقدر أقول وجبة متوازنة اللي هي balanced diet. advice بمعنى نصيحة، وقلنا لا تجمع ملهاش جمع، ولو قلبت السي إلى اس يبقى فعل بمعنى ينصح. reason بمعنى سبب، ويجي لي بعدها حرف الجر فور. ريلاكس يسترخي، وريلاكسد بمعنى مسترخي أو مستريح. كونكلوجن بمعنى خاتمة أو نهاية. كونكلود يستنتج أو يختم. بيبر اللي هو الفلفل. سبينتش اللي هي سبانخ. سويت بوتيتو اللي هي بطاطا. أثليتكس كلاب، أرت سكول، أبست بمعنى منزعج، amount
كمية أو مقدار. own بمعنى يمتلك. drawing, painting, perhaps. sort اللي هي بتعني عندي كلمة kind أو طيب نوع. أوكيناوا آيلاند جزيرة أوكيناوا. أوكيناوا دي صفة للسكان اللي موجودين في أوكيناوا. unfortunately, unfortunately لسوء الحظ. surprise, introduce, terrible, situation, point, olive tree. break, broke, broken. bring, brought, brought. upset, upset, upset. forget, forgot, forgotten. ديني definitions. كلمة pepper اللي هي الفلفل. kind of vegetable نوع من الخضروات. that is usually green بيكون لونه green أو red أو yellow. with seeds جواه بذور in the middle في الوسط. spinach اللي هي السبانخ. a vegetable with white dark green leaves ورق أخضر غامق. that go soft بيبقى طري أو لين. when you cook them لما بنطبخها. sweet potato اللي هي البطاطا. vegetable that looks like a potato بتشبه البطاطس. and has purple yellow or white flesh and a sweet taste وطعمها حلو أو مسكر. هاجي نهوت للجزئية دي. اتكلم هنا عن أهمية السليب بالنسبة لنا والمفروض أنا أنام قد إيه كل ليلة. How much sleep؟ How much sleep؟ يبقى لو بسأل عن كمية أو مقدار النوم اللي احنا المفروض ننامه بسأل بـ how much؟ كم الكمية؟ وعندي sleep هنا noun اسم بمعنى النوم. How much sleep should we have؟ ما كمية النوم اللي احنا محتاجينها. The answer depends on. خط تحت depends on لأنها هنا مهمة. depend on يعني يعتمد على. فبيقول لي ان الإجابة بتعتمد على your age، على السن بتاعك. ليه؟ لأن very small babies الأطفال الرضع الصغيرين sleep for about بيناموا تقريبا 14 or more hours a day بيناموا 14 أو أكتر من 14 ساعة في اليوم. children aged مهمة جدا حتة aged الأطفال اللي عمرهم 6 to 17 زيكم كده من 6 ل 17 سنة should sleep for about 10 hours a night ينبغي أنهم يناموا لمدة 10 ساعات في الليلة. then you need less sleep فأنت كده محتاج للقليل من النوم. إذا كان الطفل بينام 14 فأنت محتاج 10 يبقى 10 أقل من 14. most people aged معظم الناس اللي عمرهم طبعا من 18 ل 65 need about 8 hours sleep. hours sleep محتاجين نوم مدته 8 ساعات وهنا hours جمع. لما هتكلم عن ملكيتها بضيف أبستروف فقط وليست أبستروف إس. اديني بعد كده a healthy diet. a healthy diet اللي هي الوجبة الصحية. وبعدها بيتكلم عن أوكيناوان دايت اللي هي وجبة أوكيناوا. مديني بعدها جزئية الرصايب بتاعت البيتزا. تعالوا نشوف الرصايب بتاعت البيتزا. ما أقول هنا the recipe for pizza وصفة البيتزا. firstly في الأول chop some tomatoes معناها قطع طماطم. then put the tomatoes onto the pizza bread حطها على الخبز اللي انت هتعمله بتاع البيتزا ده. add some cheese ضيف جبنة. and pour on a little olive oil وصب عليها أو كب عليها زيت زيتون. cook the pizza in the oven معناها اطبخها حطها في الفرن for 10 minutes لعشر دقايق. add a few olives ضيف زيتون and a little salt وقليل من الملح. serve with a fresh salad قدمها مع سلطة طازة.
مديني بعد كده جزئية مهمة اللي هي Is there any cheese in the fridge؟ ليه سألت هنا بإز؟ قلنا طبعا لأن عند كلمة تشيز كمية تعامل معاملة المفرد، عشان كده بسأل بإز. ليه استخدمت إني؟ اتفقنا لأن إني تأتي في جملة السؤال وأيضا النفي. Is there any cheese in the fridge؟ في جبنة في التلاجة؟ قال لي I don't need any now، أنا مش محتاج دلوقتي، but I want to make a salad later، أنا عايز أعمل سلطة بعدين. I think there is a little cheese، a little cheese، يبقى cheese يجي لي معاها a lot of، ويجي لي معاها a little، ويجي لي معاها much، اللي هم خاصين بالكميات، لأن طالما شفت is يبقى أنا بتكلم عن much أو little أو a lot of. لما أشوف is يبقى أنا بتكلم عن little قليل للكمية، بتكلم عن ماتش كثير للكمية، بتكلم عن ألوتوف اللي شغالة مع الجمع والمفرد. I am going shopping now. Would you like me to buy some cheese at the market? Would you like me؟ هل تريد إن أنا أشتري some cheese at the market؟ ألا ما هو ده سؤال، جاي لي some ليه؟ لأن اتفقنا جملة يا ملك would you like دي اسمها جملة عرض، فبستخدم في السؤال صم. Yes please، يا ريت لو سمحت. Could you get a few tomatoes؟ وممكن تجيب لي كمان a few tomatoes. هناك كنا بنقول a little cheese، لأن التشيز كمية ما بتتعدش، يبقى استخدم little. طب وهنا tomatoes؟ لا، ده في tomato tomatoes، لها مفرد ولها جمع، يعني بتتعد، عشان كده بستخدم a few قليل للعدد. I don't have enough for the salad. I don't have enough، ليس عندي ما يكفي، ما فيش طماطم كفاية for the salad للسلطة. يبقى عندي كلمة enough بمعنى كافي، وهي اللي عندي النهاردة في جزئية الجرامر. تعالوا نشوف الجزئية اللي بعد كده، نروح للنوتس بيد 99. لما اقول هنا مديني sleep وسليبت، ده كفعل بمعنى ينام. عندي sleep كناون بمعنى النوم نفسه، how much sleep should we have، كمية النوم اللي ينبغي ان احنا ننامها. asleep بإضافة الايه قبل sleep حولت لي الكلمة لصفة بمعنى نائم، فاقدر اقول my father is asleep، بابا نايم، don't shout ما تزعقش. age و aged، قلنا age بمعنى العمر أو السن، زي at the age of 60 في سن 60، إنما aged معناها اللي عنده اللي عمره كذا. his grandfather died aged 75، يعني مات عن عمر 75 أو هو عنده 75 سنة. most people aged 18-65، معظم الناس اللي عمرها من 18 ل 65 aged. furthermore موجودة عندي في القطع بمعنى علاوة على ذلك أو بالإضافة إلى ذلك، يعني بتضيف تعريف تاني أو معلومة جديدة تانية. فأقدر أقول أيمن is a teacher، أيمن ده مدرس. furthermore علاوة على ذلك هي is a trader، بالإضافة لكده هو كمان تاجر، يبقى هو مدرس وتاجر كمان في نفس الوقت. To conclude، قلنا كلمة conclude بمعنى يختتم أو يستنتج، والاسم منها conclusion اللي هو الخاتمة. فلما أجي أكتب باراجراف مثلا وعايز أنهي الباراجراف بتاعي، بكتب عبارة to conclude لكي أختم أو علشان أخلص. To conclude عشان نقفل الموضوع ده، A healthy diet means، الوجبة الصحية بتعني eating enough healthy things، إنك تتناول كمية أو قدر كافي من الطعام الصحي. dish وdishes، dish بمعنى طبق وdishes أطباق، فأقدر أقول I will wash the dishes for mom، أنا هغسل الأطباق لماما. أما كلمة dish هنا بمعنى أكلة أو صنف من الطعام،
زي ما لما بنقول مثلا I like Egyptian dishes، أنا بحب الوصفات المصرية أو الأطباق المصري، زي taste delicious معناها الأكلات المصرية. بعد كده مديني جزئية حروف الجر والتعبيرات زي have a snack، live on بمعنى يعيش على يعني يتغذى على، stay up late، stay up late بيسهر لوقت متأخر، revise for the exam، revise for بيراجع للامتحان، make sure على بعضها بمعنى يتأكد، do some drawings معناها draw يقوم ببعض الرسومات يعني بيرسم، depend on قلناها في أول القطعة بمعنى يعتمد على أو يقوم على، for about 14 or more hours لمدة 14 أو أكثر من الساعات، 8 hours sleep نوم لمدة 8 ساعات، have athletic club معناها لديه تمرين في النادي. لما أجي هنا هوت نطبق يلا على الجمل دي بسرعة قبل ما نروح نشوف حتة الجرامر. بقول is a plant that can be green, red and yellow. Pepper. فلفل. In Egypt we buy roasted at the streets. Sweet potatoes اللي هي البطاطا المشوية. Doctors always advise people to have diets. لو شفتها دايما بختارها اللي هي balanced diets، وجبات متوازنة. Listening to quiet music can help you relax. You want to make something for them. You don't know how to cook. الثانية دي مش عارفة انت. الثانية طبعا اللي هي unfortunately لسوء الحظ، انت نفسك تعمل لهم حاجة بس لسوء الحظ انت مش بتعرف تطبخ. unfortunately cook the pizza in the oven for 10 minutes. Take small of food but finish them. Amounts. كميات أو مقدار. طوكيو is the biggest city in. طوكيو دي موجودة فين؟ جابان. My father a small shop in Cairo. Owns معناها has، بيمتلك. My dad me with a cute puppy. Surprised me. فاجئني. I asked the science teacher to the reasons of pollution to me. To explain the reasons. يشرح. الصوت ده طالع من عند مين؟ Our future depends، اسمها depend on. Next Sunday we have a math test. I need to revise the exam. Four. Revise for. Kushari is my favorite Egyptian dish. أكلة. Don't up late. It's an unhealthy habit. Don't stay up late. ما تسهرش، دي عادة سيئة. باجي لاستخدامي لكلمات زي enough و too much و too many. شوية تركيز علشان ننجز. Enough صفة بمعنى كافي، كفاية يعني. فأقدر أقول I have enough money، أنا معايا فلوس كفاية، أو I don't have enough money، أنا معيش فلوس كفاية. يبقى بستخدم enough، بيجي لي بعدها اسم عشان توصف الاسم ده وتقول ان الاسم ده فيه منه كفاية او لا. Sleeping for enough time، النوم لوقت كافي is important.
I think she doesn't sleep for enough hours. أعتقد إنها مش بتنام ساعات كفاية. يبقى إذن enough بستخدمها وبعدها اسم عشان توصف الاسم ده بمعنى كافي. طيب لما أجي هنا بيقول لي ممكن أستخدم not enough before the noun برضه. فأقدر أقول مستر هشام goes to bed at 1 a.m. بينام الساعة 1 الصبح and gets up at 7 وبيصحى 7. This is not enough sleep. ده مش نوم كافي. هذا النوم مش كافي. بالنسبة لـ too many و too much والكلام ده شفناه قبل كده من سنة أولى كمان زائد الترم الأول. في الأساس اللي بيحكمنا كلمة many وكلمة much. في الأساس اللي بيحكمنا many و much. لو أنا فاهم الفرق ما بين many و much خلاص يبقى أنا فهمت too many و too much. كنا بنقول many زائد اسم جامعة many boys many girls many اس جامعة. إنما much كمية زي much water مثلا أو much tea أو much salt أو much sugar. طيب إيه حكاية تو بقى؟ تو معناها جدا لدرجة ألا تحمل داخلها نفي. معناها لما قلت مني عدد أكتر من اللازم. تو much كمية أكتر من اللازم. يبقى لو قلت نوت I think she sleeps for too many hours يعني أنا شايف إن هي بتنام لساعات أكتر من اللازم. ولو قلنا هنا I think this is too much sleep نوم زيادة عن اللازم. هنا ليه قلت too many؟ لأن عندي كلمة hours جمع. وهنا ليه قلت too much؟ لأن أنا عندي كلمة sleep وده اسم كمية يبقى بستخدم معها much. من الأمثلة المشهورة عندي إن أنا بقول لك I can't drink the tea مش هقدر أشرب الشاي ده لأن there is too sugar in it. A little. A little. بقول there is too إيه؟ Too much sugar in it. مسكر أكتر من لازم. مسكر أكتر من لازم مش هقدر أشربه. واحد تاني يقول لي I can't eat this food مش هقدر أكل الأكل ده أو الساندويتش ده there is too نقط salt in it. Too much salt في ملح أكتر من لازم مش هقدر أكله. يقول لي I can't carry my bag مش هقدر أشيل الشنطة بتاعتي there are two نقط box. Too many books فيها كتب أكتر من لازم ما أقدرش أشيلها. بقول اقفل يا ابني الصوت عندك اللي فاتح وبيعمل الوش ده اقفله مش لازم تجاوب اقفل. لو قلت there are two not people on the boat It's going to sink. المركب هيغرق. فيه two نقط people. Too many people. كلمة people جامعة. يبقى too many people. There are two نقط people on the beach. Let's go to another beach. يلا روح شاطئ تاني لأن الشط ده. مليان ناس. Too many. في ناس أكتر من لازم في الشاطئ ده. تعال نروح شاطئ تاني. تعالوا نشوف الجمل اللي عندنا. You should only eat only عند only تبقى من اللي قال ليتل. أنا ياسر قلت قال ليتل طبعا قلت. لما أقول only قلت لما أقرأ كلمة only في الجملة عندي حاجة من الاثنين يا few يا little. لما تبقى only يبقى يا few يا little.
only معناها فقط، يبقى اسمها فقط القليل، فقط قليل، يا فيو يا ليتل. ده سمديني شوجر، شوجر ما فيهوش اس جمع، كميه يبقى ليتل. نمبر 2، كان اي هاف سام مور شوجر، ممكن تديني سكر كمان؟ زير از ان ذس تي نوت انف، زير ازنت انف، زير ازنت انف، ليتس نوت جو تو ذا بيتش، مش هنروح الشاطئ. زير ار بيبل زير توداي، there are too many. There are too many. Could you get a few tomatoes? I don't have for the salad. Enough. I don't have enough. ما عنديش كفاية للسلطة. I don't like the soup. مش عجباني الشوربة ديت. There is too salt in it. Much. Too much salt. Too much salt. Add salt to the chips. I don't like much salt. Much. I don't like much. يبقى هقول ايه؟ Much. Add a little. Add a little. حط لي ملح شوية. لأن ما بحبش كتير. Add. حط لي little. لان انا مش بحب الكتير. والله يا سنه كنت قاعد بقول بس المايك طلع مقفول. اوكي هنراجع الجزء ده، هيتحل مع الاكسرسايز اللي على الدرس، وكمان هراجع اليونت واحل الامتحان. طبعا في امتحان بكره ان شاء الله في السنتر الساعه 4، في امتحان بكره الساعه 4.